أنيا السنونو الطائر المغرد. أهلا بكم أصدقائي، كيف حالكم؟ مستمرة معكم في سلسلة الطيور في الجزيرة العربية. لا تنسوا مشاركة رابط هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبائكم، وأيضا الاشتراك بالقناة والذهاب إلى موقع مدرسة والاشتراك به أيضا. هيا فلنبدأ. أصدقائي، سأحدثكم الآن عن المنيا السنونو أبو الحناء. المنيا السنونو أبو الحناء. كثيراً ما تشاهد طيور المنيا والسنونو وأبو الحناء في الحدائق العامة والبساتين والمزارع، لكن يمكن أن توجد في أماكن أخرى أيضاً. كثيراً ما تشاهد طيور المنيا قبل الغروب جاثمة على قمم سطوح البيوت والأشجار والأعمدة الطويلة وحتى هوائيات التلفزيون. تزقزق هذه الطيور بأصوات مرتفعة دون توقف ولا تهدأ حتى حلول الليل. جسم طير المنيا العادي بني داكن ورأسه أسود، يصل لون منقاره الأصفر حتى عينيه. يتكاثر المنيا في الصخور البحرية والحفر وصدوع بنايات المدن. كثيراً ما يطير في أسراب مزعجة الضجيج. هل تعلم؟ يمكن أن تعلم طير المنيا الكلام. يشاهد أبو الحناء مثل هذا في الحدائق العامة ومناطق الغابات، ويبني أعشاشه في الحفر الكائنة في الجدران. تبيض أنثى الطير من 5 إلى 6 بيضات. يقضي أبو الحناء وقتاً طويلاً وهو يقفز على الأرض بحثاً عن الحشرات والدود واليرقات الأخرى. يأمل أبو الحناء أبيض الحنجرة العثور على كثير من الحشرات. السنونو من الطيور الصغيرة التي تقضي وقتاً طويلاً من اليوم طائرة، يمكنها حتى صيد الحشرات أثناء طيرانها. يبني السنونو أعشاشاً على شكل كوب من الطين والأعشاب. تبيض الأنثى من 3 إلى 7 بيضات. أجنحة السنونو طويلة مدببة وذيله مشعب. طال ذيل هذا السنونو. أصدقائي، سأحدثكم عن الطائر المغرد الهدهد الحمام. الطائر المغرد الهدهد الحمام. هناك أنواع مختلفة من الطائر المغرد والهدهد والحمام. يعيش الطائر المغرد زيتوني اللون الآن في أبو ظبي. الهدهد طائر زائر مهاجر في الشتاء. بدأ الهدهد العيش في الجزيرة العربية في السنوات القليلة الأخيرة. الهدهد طائر ملون على رأسه عرف. ما إن يحط الهدهد على الأرض حتى يرفع عرفه ثم يخفضه ثانية. الطائر المغرد الزيتي طائر صغير بني اللون، يبني عشاً صغيراً على شكل كوب. العش صغير لدرجة أن الأنثى تخرج رأسها من أحد أطرافه وذيلها من الطرف الآخر. جسم طائر المستنقع المغرد السفلي أبيض، ومثل كل الطيور المغردة يصدح بصوت جميل. منقار الهدهد طويل ومنحنى، ويستخدمه ليفحص الأرض بحثاً عن الدود. يأخذ هذا الهدهد الطعام إلى عشه ليطعم صغاره. هل تعلم؟ ورد في القرآن الكريم أن سيدنا سليمان استخدم الهدهد في إرسال الرسائل. تسمى الحمامة الضاحكة بهذا الاسم نسبة إلى الصوت الضاحك الذي تصدح به، وهي أصغر أنواع الحمام في الجزيرة العربية. تبدو الحمامة في فصل التكاثر جميلة بصدرها المنقط وساقيها الحمراوين. يوجد طوق أسود ضيق حول رقبة الحمامة ذات الطوق. كثيراً ما يوجد هذا الحمام في الحدائق ومراكز المدن. تعيش الحمامة على أكل الحبوب. بنت هذه الحمامة عشاً على سلك شائك لتحافظ على بيضها سالماً
من الحيوانات المفترسة. معلومات قيمة ومفيدة وجميلة أحببتها أنا، هل أحببتموها أنتم؟ لمتابعة ومشاهدة المزيد عن الطيور وسلسلة الطيور تابعوا الفيديو القادم، ولا تنسوا طبعاً مشاركة الرابط مع أصدقائكم وأحبائكم والاشتراك بالقناة والذهاب إلى موقع مدرسة والاشتراك به أيضاً. هيا أسرعوا!